احنا اليوم جينا على البوتيك تبع دومين دي توريل. دومين دي توريل اتس ا بيج كومباني، في عندها كذا برودوي بالسوق اللبناني. نحن اليوم مع ايميل لحتى يعرفنا شوي عن هيدي الكومباني وشو بيعملوا والتاريخ تبعها. ايميل، شو دومين دي توريل؟ كيف هاي خطار؟ اول شيء ويلكم تو دومين دي توريل. نحن اليوم بالبوتيك تبع الواينري بمنطقه مونو، بشارع مونو بالاشرفيه ببيروت. دومين دي توريل هي اول شيء تاسست سنه 1868، هي تعتبر اقدم شركه لانتاج النبيد بلبنان والشرق الاوسط. واو. عم بحكي كشركه تنبيد مش كخماره. دكا. هي اقدم وحده، دونك تاسست بال 1868 من عائله فرنسيه اسمهم برون. وبران هن اذا بدنا نحكي عن المؤسس اسمه كان فرانسوا اوجان برون، اجى على لبنان من فرنسا بالقرن التاسع عشر. اجى كان وقتها مهندس، ما كان فكره يشتغل بهالمجال، يعني كمان شوي الحياة بتغير اوقات كتير كيف الشخص بكون يمكن حاطط افكار براسه شو بعدين بيعملها، يعني حتى القدم عيشه نحن اللي عم نعيشه تغير، ولا معنى يمكن ما كانت بالجو الكارثي اللي عم نعيشه اليوم، بس انه كمان كان عنده شيء براسه رجع اشتغل بشيء تاني. اللي صار هو انه كان كمهندس اجى تشتغل على مع شركه فرنسيه على توسيع طريق بيروت الشام يلي بعدنا لليوم نعرفه ومناخدها عن طريق ظهر البيضاء. كنا بوقتها اكيد تحت الحكم العثماني، والسلطنه العثمانيه وقتها وكلت هيدي الشركه الفرنسيه انها تشتغل على مشروع الطريق. هو كمهندس اشتغل بهيدا المشروع، بعدين انغرم بمنطقه البقاع بشتوره وقرر انه يشتري فيها اراضي بدل ما وقت خلص الكونترا تبعه ما يرجع على فرنسا، انما يبقى بهالمنطقه اللي حبها ويبلش بمشروع جديد يلي كان بالاول هو اوتيل. عمر بالاول اوتيل، بلش يستقبل فيه الزبونات لانه بهديك الفتره كان كل مين بسافر عن طريق بيروت الشام كان اجباري يوقف بشتوره تيمضي ليله، لانه بكون قطع جبل ظهر البيدر اللي هو جبل صعب وعلى بدو يرتاح، خاصة بوقت عم نحكي يعني أكيد السفريات كانت تتم على الأحصنة، يعني بسميها ديليجانس، يعني في الحصان هو عم بجر الشاريو وراه واللي بقلبه يكونوا المسافرين قاعدين فيه. فكانوا إجباري يعملوا على القليل ليلة بمنطقة شتورة وقت يصيروا بأول سهل بقاطع حتى تاني يوم يقدروا يكملوا السفر على سوريا أم على حتى العراق أم حيلا بلد تاني بالمنطقة. بقى هيدا الاوتيل كان يستقطب كثير عالم، خاصة كثير اجانب يلي كانوا بلشوا يرجعوا يجوا بكثرة على لبنان تكتشفوا الثقافة اللبنانية. الشرق عادة يلي كنا نسميهم الاورينتاليست، يعني كانوا يرجعوا هن كل الناس اللي بيجوا من الغرب تيرجعوا يكتشفوا هالشرق يلي نسيوه على مدى اجيال واجيال. وكانوا اكيد كلهم ينزلوا ام قسم كبير منهم ينزل وقت يسافر ينزل عند اوتيل بران، لانه يحكوا بين بعضهم انه في شخص فرنسي عمر اوتيل بشتوره وبالتالي هين التعاطي معه لانه من ثقافتنا بيعرف شوي اخبارنا بيعرف شوي نحن شو بنحب، وكان بهالطريقه صفى يشتهر. هلا اللي صار انه كمان هول هالجماعه كانوا معودين على النبيد ببلادهم، فيطلبوا منه انه يشربوا نبيد، يقول لهم يا عمي بلبنان مزبوط يمكن هيدا من اول بلدان بلشت صناعه النبيد بالعالم، انما كصناعه ما عادت تقريبا موجوده. فمره اثنين ثلاثه لحديت ما افتكر انه خلي هو يعمل يزرع بعض الاراضي حد الاوتيل تبعه، يعمل فيهم يعني حط فيهم عنب، يزرع فيهم عنب ويجرب يشوف اذا هو في يعمل النبيد يعني ارتيزانال اذا بدنا. بيير توفى بسنة 2000، مش من زمان كتير يعني. هلا من 20 سنة صار، بس انه مش من 21 سنة. بسنة 2000 الورثة تبعه اللي ورثوه هن قريبينه برات لبنان، يعني إذا بدكم العيلة الموجودة بين فرنسا وغير فرنسا يلي في عندهم صلة قربة مع بران مع الجد وبيو، وهن اكيد ما كان بهمهم يجوا على لبنان يكملوا هالمشوار وهالمشروع، فارادوا انه يبيعوا. وهون كان في عائلتين لبنانيه هن اشتروا من وقت الخماره ورجعوا كملوا بالتراث تبعها لبل كبروها ووسعوها. اليوم دومين دي توريل هي كنايه عن خماره بتنتج اكثر من مليون قنينه بين نبيد وعرق. الموجودين البرودكتس تبعها بلبنان وباكثر من 20 دوله بالعالم، وقت نقول 20 دولة أم أكثر من 20 دولة يعني عم نحكي من أمريكا لليابان مرورا بأوروبا والشرق الأوسط، يعني موجودين كمان اليوم بتقريبا بكل الكرة الأرضية.
بلبنان اكيد هي تعتبر من الخمارات الريده يلي صناعتها دائما نحن بنشتغل على الكواليتي. نعتبرها يعني هيدي شوي الميشن تبعيتنا انه حتى بالنبيد الانتري دو جام تبعنا يلي هو الانتري ليفل نحن بنجرب دائما نوصل ومنوصل احسن نوع من النبيد واحسن نوع من العنب حتى دائما نكون الجوده هي اهم شيء طاغيه بكل اصناف النبيد تبعنا واكيد بالعرق. العرق إميل يعني عرق بران أشهر من أن يعرف، يعني حتى الناس الكبار بالعمر بتضيع وتتقلهم عرق بران، يعني معروف عرق بران الخبرية وحلو إنه إله تاريخ. صار أداء له العرق بلبنان؟ العرق كمان كتير قديم يعني متلازم مع تاريخ الخمارة، وهي يمكن بلشت قصته إنه استغربوا العالم بالأول كيف شخص فرنسي قدر يعمل عرق هالقد طيب. كيف بدي لك هيدا ايه كانوا يستغربوه. هلا يمكن لانه هو كمان بران هو اجا من منطقه مارسيليا من مارسي بجنوب فرنسا، ونحن بنعرف انه بجنوب فرنسا كمان يعني مثل شوي غير بلدان المتوسط بيعملوا كلها برودوي اذا بدك بيشبه العرق، يعني هنا عندهم الباستيس مثل ما صحيح. مثلا باليونان عندهم الاوزو صحيح. ام الاتراك عندهم الراكي راكي. هول شوي برودكتس في لهم يعني نقط شبه بين بعضهم، يمكن من وراء كمان هو ثقافته بجنوب فرنسا لقى انه العرق اللبناني منه شيء هالقد غريب على ثقافته ام على معرفته، واكيد وقتها عمل بلش يطلع العرق من اكيد فوق ال100 سنه كانت نوعيته هالقد منيحه وهالقد كويسه انه العالم كله صارت تسال عن عرق بران وتطلبه، واكيد هو مش دغري انشهر فيه بس انه اخذت شويه وقت، بس بعدين بالقرن العشرين وقت اجت الاجيال من بعد المؤسس يعني فرانسوا بران وقت اجوا اولاده وبعدين احفاده انشهر عرق بران بشكل كثير كثير قوي بكل لبنان، وبعدنا لليوم يعني اليوم اذا بنسال حي لحدا يمكن من عكار لاخر نقطه بالجنوب عن عرق معروف بلبنان اغلبيتهم بسموا عرق بران. شفت هلا سبيشل اديشن انينه شوي غريبه عرق بران، يمكن مش كل العالم بيعرفوا بوجودها، انا ما كنت اعرف صراحه، خبرنا عنها شوي. هيدي اسمها ليميتد اديشن سبيشال ريزيرف عرق بران، هيدي معتقه 5 سنين بالخابيه بالفخار يعني بالخابيه الفخار قبل ما تتعبى بالانينه. هيدا العرق نزلناه من حوالي 15 سنه لقينا انه فينا نعمل اليوم يمكن بريميوم عرق، يعني بعد اكيد هو العرق اللي بنسميه صرنا كلاسيك عم العادي هو اوريدي بريميوم، بس كنا بدنا ننزل بعد شيء افخم بالسوق اللبناني. فمن بعد كذا تجربه لقينا انه الاحسن شيء للعرق حتى نعطيه بعد يمكن طعمه شوي سلسه اكثر ويتطور هو انه نخليه بالخوابه الفخار على مدى بهالحاله 5 سنين، يتعتق بعد 5 سنين اكثر وساعتها مننزله كليميتد اديشن. اكيد هيدا ما بنصنعه بنفس الكميات تبع العرق البران المعروف يعني حسين سميل الكلاسيك. بينزل من بعد 5 سنين تعتيق بهالانينه بتيجي طعمته سلسه اكثر، وكمان عنده زبوناته كثير بحبوه لانه مثل يعني اسمه اتس فيري سبيشال اديشن.